السلام عليكم ورحمة الله. في مثل هذا اليوم من عام 76 صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الدنومات من أراضي عرابة وسخنين ودير حنة وعدد من القرى العربية الفلسطينية في الجليل الأوسط ضمن مخطط لتهويد الجليل، فهب فلسطينيو الداخل رفضا لذلك الظلم وأعلنوا إضرابا عاما وانطلقوا في مظاهرات عديدة في القرى والمدن الفلسطينية أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الجيش والشرطة الإسرائيلية. في مثل هذا اليوم انطلقت المسيرات والمظاهرات في فلسطين وخارجها لتعلن أن صلب قضية الأرض الفلسطينية هي أرض عاصمتها القدس الشريف، فانطلقت اليوم في فلسطين الداخل وفي الخارج انطلقت مسيرات ضمن فعاليات يوم القدس ومسيرة القدس الدولية، واندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية وجيش الاحتلال على حاجز قلندية العسكري في القدس. قاوم الشبان جيش الاحتلال الذي استخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفي غزة عند معبر بيت حانون قالت مصادر إعلامية إن فلسطينيا اليوم روى بدمه ثرى فلسطين في ذكرى يوم الأرض. يوم الأرض والمعاني التي يحملها هذا اليوم هو موضوع هذه الحلقة من بانوراما فلسطينية. أهلا وسهلا بكم. خرج الآلاف إلى الشوارع في 80 بلدا، خرجوا في يوم الأرض الفلسطيني نحو القدس، خرجوا بالملايين على اختلاف أعراقهم وأصولهم تحت قيادة واحدة وبشعار واحد: شعوب العالم تريد تحرير القدس. في الذكرى 36 ليوم الأرض الفلسطيني ينتفض العالم هذه المرة، ولم يعد الفلسطينيون وحدهم في مواجهة الاحتلال. مسيرات كبرى في 80 بلدا شقت طريقها إلى الميادين العامة ونحو السفارات الاحتلال، ترفع الأعلام الفلسطينية ورايات موحدة تطالب فقط بتحرير القدس والمسجد الأقصى من براثن الاحتلال الإسرائيلي، تحرير القدس ولا شيء سوى القدس. في الضفة الغربية اشتبكت قوات الاحتلال مع المسيرات التي حاولت اجتياز الحواجز والوصول إلى المدينة المقدسة. أما في غزة والأردن ولبنان فتوجه الآلاف نحو الحدود في تعبير واحد بأن الشعوب تريد تحرير فلسطين، وأن ثورات الربيع العربي ليست سوى مقدمة لثورة تقتلع الاحتلال من أرض فلسطين. المسيرة العالمية نحو القدس أرسلت برسالة واضحة المعالم لإسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مفادها أن القدس ستظل القضية المركزية للأمة، وأن ثورات التغيير لن تشغل العرب أو تحول بوصلتهم إلى الاتجاه الخطأ. نتابع في هذه الحلقة من بانوراما فلسطينية فعاليات هذا اليوم، يوم الأرض ويوم المسيرة العالمية نحو القدس من المغرب إلى المشرق، ومناقشين أبعاد المشاركة في هذه المسيرة وأبعاد الارتباط بين أرض القدس وأرض فلسطين. معي عبر الهاتف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في المغرب السيد محمد حمداوي. سيد محمد حمداوي أرحب بك، كيف أحييتم في جماعة العدل والإحسان ذكرى يوم الأرض والمسيرة العالمية نحو القدس؟ صلى الله وسلم وبارك على نبي سيدنا محمد عليه. أخي الكريم، أنا أحدثك من عمان، قد شاركت في المسيرة العالمية التي زارت وقعها اليوم في غور الأردن. وأبدأ معك أولا وأرد على سؤالك بالمغرب. المغرب هذا اليوم تقريبا هناك 35 مسيرة في مدن المغرب، وهناك أكثر من 30 اعتصام، يعني مجموع ما يقارب ال 65 يعني ما بين المسيرة واعتصام في مدن مختلفة. هذا إضافة طبعا إلى المسيرة المليونية التي شهدتها شوارع الرباط يوم الأحد الماضي. وهناك تفاعل كبير جدا في المغرب طيلة هذه الأيام التي سبقت هذه المسيرة الكبرى، ثم في هذا اليوم هناك تفاعل كبير جدا مع القضية الفلسطينية ومع قضية القدس ومع قضية المسجد الأقصى المبارك، والناس يعني هناك إقبال كبير، وهناك يعني
حياة تدب في القلوب. نعم. سيد حمداوي، من هي القوى والأحزاب والفعاليات المغربية التي شاركت في المغرب بالمسيرة العالمية نحو القدس؟ المسيرة العالمية كان وفد مغربي توجه يعني قبل يومين إلى الأردن، يضم أعضاء من جماعة الإحسان ويضم يعني مجموعة من الفاعلين في الهيئة المغربية لنشاط قضايا الأمة، وكذلك بعض الجمعيات المدنية وبعض المستقلين. كان مجموع الوفد يعني يمثل 30 فردا، هذا هو الوفد الذي شارك اليوم إلى جانب وفود كبيرة جاءت من بلدان شتى، وحضرنا صراحة في يعني مشهد يعني رهيب جدا ومؤثر جدا عندما اجتمعت الجموع قرب الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة، وكنا على بعد 21 كيلومتر فقط من القدس السريبة. فكان قلت المشهد كان مؤثر جدا جدا بصراحة، وتذكرنا رباطات يعني الأجداد على تخوم يعني الأرض الفلسطينية، وتذكرنا صلاح الدين الأيوبي، وأيضا تذكرنا رباطات المغاربة الأجداد الذين جاءوا إلى فلسطين المحتلة وخرجوا مع الإمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كما نعلم، وكانوا يمثلون خمس جيش صلاح الدين الأيوبي، وما زالت كما نعلم جميعا حارة المغاربة وباب المغاربة والمدرسة الأفضلية، ما زالت كل هذه المعارم شاهدة على حضور المغاربة. جميل. سيد حمداوي، بعد هذه الدروس المعنوية والعاطفية في مشاهدتكم القدس على بعد عشرات الأمتار، ما هي الدروس العملية والرسائل التي استلهمتموها من هذه المناسبة لدعم القضية الفلسطينية وعلى رأسها وفي قلبها قضية القدس؟ أول دروس أخي الكريم هو أن الفلسطينيين الآن ليسوا وحدهم، الأمة كلها الآن معبأة من أجل الأقصى ومن أجل المسجد الأقصى ومن أجل يعني القدس ومن أجل يعني فلسطين بصفة عامة. فيشعر الإخوان الفلسطينيين أن الأمة كلها معهم، ومعهم أيضا أحرار العالم بالمناسبة، أن هناك أناس يعني من خارج الدائرة العربية والإسلامية شاركوا إلى جانبنا في هذه الاحتفالات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الكلمة الآن للشعوب، يعني الشعوب العربية والشعوب المسلمة الآن، وبعدما استطاعت أن تطيح برؤوس من الاستبداد والظلم والأفساد في مجموعة من الدول العربية، فإذا ظهر الأمر بأن الشعوب قد أخذت المبادرة من جديد، وأنه ما عاد يخيفنا السلاح يعني الصهيوني ولا قوته. فالآن قوة الشعوب الآن دخلت كعامل أساس في كل تغيير، وإثار الشعوب ويقظة الشعوب، وأن تصبح الآن القضية حية في قلوب الشعوب، هذه الهبة يعني مهمة جدا، وإذا ستفتح مجال لكي تدخل الشعوب مبادرة ويعني تتجه يعني نحو تعبئة الأمة وتعبئة كل الوسائل من أجل تحرير فلسطين. شكرا. ومن أجل أن يرجع المسجد الأقصى المبارك وترجع القدس إلى حظيرة الأمة. شكرا جزيلا لك عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان السيد محمد حمداوي، حدثنا عبر الهاتف من الأردن من عمان مشاركا في المسيرة العالمية نحو القدس. وأرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والناشط السياسي الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي. دكتور إبراهيم مرحبا بك، حياك الله. يوم الأرض ويوم المسيرة العالمية نحو القدس، يعني اجتمعت مناسبتان في يوم واحد، برأيك بداية ما هي أبرز المعاني التي يجسدها يوم الأرض في الذاكرة الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ جمال ولكل المشاهدين الكرام. يعني ربما هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة. هذه إذا أردنا أن نتحدث عن الرسائل التي توجه اليوم في مسيرة القدس، فلابد أن نتحدث عن عدة رسائل من عدة زوايا. أول شيء هي تأتي في إطار الإبداع الفلسطيني في تثبيت الحق الفلسطيني. يعني شاهدنا دائما في كل المناسبات عندما تشتد الهجمة الصهيونية للتهويد مثلا أو الحصار أو غيره، يتم ابتداع طرق لمواجهة هذا العدوان، ليس فقط بالطريقة المسلحة كما يدعون وإرهاب وغيره، لكن بكل الطرق المتوفرة. على سبيل المثال في حصار غزة كانت هناك قوافل سفن بحرية، قوافل إغاثة، ثم قوافل تنمية. حتى في موضوع اللاجئين على سبيل المثال الذي حدث في العام الماضي في 15/5، توجه الناس نحو الحدود، مواجهة الاحتلال نحو الحدود والضجة التي حدثت، ربما أتت بفكرة هذه المسيرة السلمية لكل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وليس الفلسطين فقط. هي أيضا رسالة في تثبيت الوضع القانوني، الذين يتضامنون الآن مع الشعب الفلسطيني يتضامنون، وعنوان مسيرة التضامن مسيرة القدس،
أن القدس هي فلسطينية، هي عاصمة لنا وليست لهم، هي تفنيد لهذا الادعاء الإسرائيلي بأن القدس لهم. أيضا هي مأسسة لحركة التضامن الدولية، المؤسسات التي تشارك بالعشرات في كل أنحاء العالم. اليوم خرجت مظاهرات في سيول في كوريا الجنوبية، وخرجت مظاهرات في أندونيسيا، وخرجت مظاهرات في أمريكا الجنوبية. هذا العمل المشترك هو مأسسة لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني. نعم. أيضا إبقاء الاحتلال في حالة اشتباك سياسي وإعلامي. الاحتلال لن يرتاح بعد اليوم، هناك دائما تصعيد في ذلك الأمر. ونجد أن الاحتلال بدأ بالانكفاء والانعزال الداخلي، ليس فقط من خلال جدار الواقي، ولكن أيضا الانسحاب من المجلس العالمي لحقوق الإنسان، لأن لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة هناك بحث عن أو تقصي حقائق عن الاستيطان. الاحتلال ينزوي ينكفئ في داخله، يحاول تغيير الواقع. الاشتباك السياسي والإعلامي أيضا هناك اشتباك ميداني، اليوم 20,000 جندي إضافي في القدس لمواجهة أعداد المتظاهرين. أيضا هي كشف الادعاءات الاحتلال حول قدسية المكان أو حول حرية العبادة، عندما يمنع المصلين فوق 40 سنة من دخول القدس خشية من التظاهر، هو يمنع حرية عبادة أيضا في توجه المسجد الأقصى. هناك أيضا رسالة داخلية، هو هدف يجمع عليه الجميع، يتوحد عليه الجميع باختلاف يعني توجهاتهم، القدس، اللاجئين، مواجهة التهويد، هذه كلها أمور يتفق عليها الفلسطينيون. واليوم وجدنا الاحتلال يعتقل حاتم عبد القادر، يصيب مصطفى البرغوثي في رأسه، إسماعيل هنية يتجه نحو الحدود مع وفد برلماني عربي. إذن هناك توحيد لكل ألوان الطيف الفلسطيني. والأهم من ذلك، هذا أهم رسالة، أن الضفة الغربية اليوم نهضت رغم كل محاولات التدجين ومحاولات تبريد الضفة الغربية ومحاولة بيسموها بدناش يوم يحتكوا مع الاحتلال. اليوم الضفة الغربية تشتعل، في بيت لحم واحدة حوالي 100 جريح الآن على حاجز قلنديا، في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. الضفة الغربية تشتعل اليوم في مواجهة الاحتلال وتعيدنا لذكريات الانتفاضة الأولى والثانية في مواجهة الاحتلال وتثبيت الحق الفلسطيني. كل هذه دروس سأحورك فيها خلال هذه الحلقة دكتور إبراهيم، ولكن الآن أعزائي المشاهدين، عن معاني هذا اليوم ورسالة المسيرة العالمية للقدس، نتابع كلمة من الأب عطل حنة. نتبنى منكم ونشجعكم ونحثكم من قلب القدس وباسم القدس أن تشاركوا في هذا النشاط، فليكن نشاطا قويا فاعلا مبرزا لعدالة القضية الفلسطينية، ولنكن جميعنا على موعد مع القدس ومع فلسطين لكي نؤكد حقنا التاريخي والشرعي والديني في هذه الأرض المباركة. نتمنى منكم أن تكونوا مشاركين في هذا النشاط. معي عبر الهاتف أعزائي المشاهدين الطبيبة والباحثة المتخصصة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أمل خليفة عبر الهاتف من القاهرة. دكتورة أمل خليفة، أرحب بك في بانوراما فلسطينية. كيف عشت يوم الأرض ويوم المسيرة العالمية نحو القدس؟ اهلا بك، انا في الاسكندريه وليست ولست في القاهره. اهلا بك، من اي مكان تحدثت؟ يعني تفضلي، كلها مصر الحبيبه. اليوم كان في عندنا ماراثون في الاسكندريه على كورنيش البحر، تجمع الشباب، ويعني كان حقيقه مشاعر غريبه عندهم، اننا بعيدين عن القدس باجسادنا لكن متوجهين إليها بالقلوب. الحقيقة يعني عندما تتجه بوصلة الأمة إلى القدس، نحن على يقين ساعتها أن النصر قريب. يعني حينما نجد أن بوصلة الأمة وبوصلة شباب الأمة تتجه ناحية القدس، هي إذن نهضة للأمة وحياة جديدة تبعث في الأمة. صحيح أننا في مصر يعني في قدر كبير من الانشغال بالقضية الداخلية المشتعلة والمتجددة لنحو استقرار، ولكن هذا الانشغال دكتورة أمل خليفة، ما أهمية المشاركة في هذه الفعالية اليوم والرسالة التي أوصلتها إلى كل الجهات والقوى السياسية في مصر؟ نحن نقول رسالتنا للكيان الصهيوني أولا واضحة، رسالة قوية، أن مصر أولا لكنها ليست آخرا، مصر أولا والقدس آخرا، وستظل هذه الرسالة في جميع الأنحاء، مصر أولا وتونس أولا واليمن أولا، كل دولة لها شأن داخلي لكن القدس هي التي تجمعنا، القدس هي التي هي مشروع تحرير الأمة، والأمة لن تنهض إلا بمشروع تحرير يجمع الأمة كلها على مشروع واحد نحو القدس، ونعلن هذه الحقيقة حتى يتحسس الصهاينة،
حقائب السفر لابد أن يتحسسوا اليوم حقائب سفرهم، فنحن على مقربة منهم ونحيط بهم من كل جانب. وكما قال علماؤنا منذ أن عرفنا الصهاينة، لو كل مسلم وعربي ألقى عليهم بحصاء لا رجموا. ولكن يعني هذا الخطاب دكتور أمل خليفة ألا يتناقض مع الواقع السياسي الذي تعيشه مصر؟ كيف تجسدون رسالة المسيرة العالمية للقدس من خلال أجندة سياسية ومشاركة في الحياة السياسية في مصر؟ يكفي أن أقول لحضرتك أن في ظل المشاكل الداخلية وعدم الاستقرار الذي نعيش فيه، الشباب يعني كلهم حيوية وكلهم نشاط لمصر القدس ونصرة فلسطين. في الفترة الأخيرة كل جامعات مصر بدون استثناء شاركت في مؤتمرات مساندة ونصرة لسوريا ولفلسطين رغم كل المشاكل الداخلية. فنحن لا ننكر أن في قدر من الانكفاء على الداخل، لكن نتمنى أن تزيد هذه المشاركة لكنها موجودة. وأنا سبق لي أن ذكرت أني في مدرسة من المدارس، مجمع مدارس، رأيت بعيني ناظر المدرسة وهو يضع أمامنا كيس مليء بالجنيهات وهو يقول هذه هي مشاركة أطفال الحضانة في مدارسنا نصرة للقدس. نعم، شكرا. أطفال الحضانة 4 و5 سنوات. شكرا جزيلا لك الطبيبة والباحثة المتخصصة بالشأن الفلسطيني الدكتورة أمل خليفة، كانت معنا عبر الهاتف من الإسكندرية. دكتور إبراهيم، المشاركة المصرية ماذا تعني بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ ماذا تعني أيضا بالنسبة إلى الواقع الجديد في مصر، الواقع السياسي والذي الكل يعول عليه بأن يكون فعلا كما كان قاطرة لمصر أن يكون قاطرة للقضية الفلسطينية؟ شكرا أستاذ جمال. يعني هو السؤال مهم جدا، أن مصر سواء يعني اتفق أو لا يتفق الآخرين أو الآخرون، هي قلب هذه المنطقة، هي قلب يعني القضية الفلسطينية سواء كان في الحرب أو في السلم، يعني شئنا ما بينه. ولذلك الدور المصري الكبير الذي كان دورا يعني مختطفا إبان النظام السابق، بل تحول إلى دور متآمر على القضية الفلسطينية ومتعاون مع الاحتلال يطبق أجندته، كان مضرا جدا بما يحدث. الآن مصر تعيش أجواء ثورة جديدة لم تكتمل بعد، هناك فصول كثيرة ونتمنى لها الانتصار النهائي بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن بالتأكيد عودة مصر إلى الحاضنة العربية، عودة مصر لتقود يعني المواجهة في القضية الفلسطينية، هذا الزخم الشعبي الجماهيري في ظل ثورة مصر. في ظل ثورة مصر كان هناك جمعة كانت من أجل القدس والأقصى. في ظل هذه الأثناء وكان دائما شعار الشعب يريد تحرير فلسطين. نعم، الشعب يريد تحرير القدس. نعم، مرتبطا بشعار لم يتوقف حتى في ظل الأزمة المصرية والالتهاء الداخلي فيما يجري داخل مصر، لم تغب فلسطين إطلاقا. البوصلة كانت واضحة عند الشعب المصري، وعندما هوجمت سفارة الاحتلال في مصر لم تكن فقط القوى الإسلامية بالمناسبة، بل كان الذي يقود ذلك هي القوى الليبرالية واليسارية، لأن الشارع المصري يتوحد في موضوع القدس بغض النظر عن الاختلافات السياسية. يعني هل هذه فعلا فرصة مناسبة حتى لتوحيد كل القوى؟ هي كذلك أيضا في المغرب كل القوى السياسية مشاركة في المسيرة. نعم، العالمية نحو لا خلاف في ذلك، سواء كانت القوى السياسية الفلسطينية أو العربية في كل قطر من الأقطار العربية دائما تتوحد حول القدس وحول قضية فلسطين، لا خلاف في ذلك. ولذلك يعني حقيقة هي فرصة ومناسبة لتوحيد هذه الصفوف والاجتماع هذه القوى اللي ربما ما بتجتمعش إلا في مناسبات كهذه، مناسبة عظيمة هي مناسبة القدس في يوم الأرض. دكتور إبراهيم، أعود معك إلى الدروس يعني التي تستلهم بداية من الربط بين يوم الأرض ويوم القدس. هل ترى بأن يوم الأرض الذي خرج فيه فلسطينيون عام 76 للدفاع عن أرضهم التي صادرتها قوات الاحتلال في حينه، هل هذا الدفاع عن الأرض، قضية القدس كون أرض القدس والقدس هي قبلة المسلمين الأولى، تجعل قضية كل فلسطين مرتبطة بقضية قدسية أو مقدسة لدى كل العرب والمسلمين؟ بالتأكيد، بالتأكيد أخي جمال. يعني لنتذكر أن يوم الأرض كان في مناطقنا المحتلة عام 48، وهذا له رمزية خاصة، هذا له رمزية مهمة جدا، أننا شعب واحد أينما وجدنا سواء كنا في الداخل أو الخارج، مع التقسيمات الكثيرة اللي أصبحنا بسبب الوضع الذي نعيشه. لما نتحدث عن داخل نتحدث عن الضفة الغربية، نتحدث عن القدس، نتحدث عن أراضي 48، نتحدث عن قطاع غزة. لما نتحدث عن خارج نتحدث عن الشتات والمنافي. كل الشعب الفلسطيني موحد بالكامل في قضيته. القدس هي بوصلة الشعب الفلسطيني، والآن تعود البوصلة من جديد رغم كل الخلافات، مصالحة وكهرباء وغيره، لكن تتوحد في بوصلة واحدة نحو القدس. والأهم من ذلك أستاذ جمال، من خلال يعني هي كانت القبلة الأولى والآن ستصبح هي القبلة. نعم، بوصلة الفلسطينية. نعم، يتوحد الجميع. والأهم من ذلك أنه إحنا لما نقول فلسطين كلها قدس، فلسطيننا كلها قدس، نعم القدس لها يعني وضع خاص تاريخي وعقائدي وديني ووجداني وإلى آخره، ولكن كل ذرة تراب فلسطيني هي قدس. أصغر خربة نعم يعني تصل لكل المنطقة التي تحيط بالمسجد الأقصى. يعني كل خربة، كل مزبلة بالمؤاخذة في فلسطين هي حق لنا ونريد إعادتها.
ما في فرق بين منطقة وأخرى، ولكن القدسية رمزيتها، القدس رمزيته ورمزية الأقصى، ولذلك تتوحد الأفئدة والقلوب حول هذا الهدف. البوصلة أصبحت الآن واضحة، وبالتالي اختيار يوم الأرض هذا التوحيد للشعب الفلسطيني، الربط ما بين الداخل والخارج، أهلنا في 48 مش هننساهم، كل هذه الأمور مهمة ولها رمزيتها. نعم. خاصة لما العالم كله بتضامن معنا. رئيس الرابطة التونسية لنصرة القدس وفلسطين في تونس السيد لطفي العمدوني معنا عبر الهاتف، أرحب بك سيد لطفي العمدوني. اليوم في يوم المسيرة العالمية نحو القدس ويوم الأرض الفلسطيني في تونس، كيف كانت مشاركتكم وماذا تعني لكم هذه المناسبة؟ أولا أرحب بضيوفك وبكل السادة المشاهدين. يوم هذا اليوم هو حدث مهم جدا في تونس، تونس التي حيل بينها وبين الالتحام بالشعب الفلسطيني طيلة سنوات الاستبداد. تونس وجدت اليوم طريقها إلى معانقة قضية الشعب الفلسطيني ومعانقة قضية الأمة والاعتزاز بالذين يدافعون عن شرف الأمة هناك في غزة وفلسطين وفي القدس وفي بيت المقدس. الشعب التونسي اليوم قد شارك في هذه التظاهرات ليؤكد أن انتماءه إلى أرض غزة وأرض القدس وأرض فلسطين هو انتماء تاريخي لا يقبل النقاش، وأن سنوات الاستبداد التي منعت الشعب التونسي من الخروج في أحدك الفترات كانت فترة لا يمكن أن ترجع ولا يمكن أن تفصل الشعب التونسي عن قضاياه. إذن نحن نعتز بهذا الحراك، هناك ناس اليوم يبكون متفائلون بكل وجدانهم. من هي الفئات من هي الفئات والجهات سواء كانت سياسية أو مدنية من التي شاركت في المسيرة العالمية نحو القدس في تونس؟ والله قضية القدس قضية جامعة، كل التونسيون، لا يمكن أن نتحدث عن فئة دون أخرى. حتى اليساريين اليوم شاركوا في هذه التظاهرات، القوميين، كل الفئات شاركت لأنها قضية تجمع كل المسلمين وكل العرب، قضية جامعة. الشعب التونسي يقول لإخواننا في القدس وإخواننا في فلسطين، أنتم تدافعون عن شرف الأمة، وإذا سقطت لا قدر الله القدس فقد سقط شرف الأمة. لذلك نحن ندين لهؤلاء، ندين لهم بالعزة وندين لهم أيضا بكرامتنا وندين لهم بكل مقومة التثبيت التي يحتاجونها. هذا الشعب العظيم، شعب الجبارين، ينفر وينتصر للقدس وفلسطين، ونقول لأهل صهيون ستحرر القدس وفلسطين. وهذا الشعب الذي صرخ الشعب لتحرير فلسطين لم يكن صوتا تونسيا بل صوتا. والسؤال هنا استاذ لطفي العمدوني، يعني كيف يترجم ذلك الشعار الشعب يريد تحرير فلسطين تونسيا من خلال موقف الحكومة التونسية والسلطات التونسية بشكل عام؟ والله الحكومة التونسية كانت واضحة رسالتها باستقبال إسماعيل هنية وكسر الحصار عن حكومة المنتخبة في غزة، كانت رسالة سياسية واضحة. كذلك نحن الآن بيننا أسامة حمدان وفي تونس مشير المصري وفي تونس أحلام التميمي، وزارنا من قبل كثير من المناضلين من أنصار المقاومة وأنصار الدفاع عن كل الأرض. هؤلاء الذين جاءوا بيننا هي رسالة ليست من الشعب فقط بل من الحكومة، لأن هذه الثورة، ثورة تونس الكرامة والعزة، كان أول شعاره هو الشعب يريد تحرير فلسطين. لذلك كل المثقفين الآن، البرلمان، النواب يعزون تحرير قضية فلسطينية استحقاقا من استحقاقات الثورة التونسية، لا يمكن لأي أحد أن يقفز عنه. لذلك قد خلصت أصوات المطبعين الآن، بل هناك أصوات تتعالى وتريد أن تنصف على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة وينصف على ذلك في الدستور الآن. شكراً. اليوم صارت وقفة أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بالتنصيف على أن أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني يعد جريمة، وأن يقع تنصيف ذلك في الدستور الجديد الذي يصاغ الآن. شكراً جزيلاً لك رئيس الرابطة التونسية لنصرة القدس وفلسطين السيد لطفي العمدوني، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. دكتور إبراهيم، ما ذكره السيد العمدوني من استحقاق الثورة التونسية، أيضا ذكر في ليبيا بأن تحرير فلسطين استحقاق الثورة الليبية، وفي مصر استحقاق الثورة، وحتى في اليمن وحتى في سوريا، كيف ترى الترابط بين ما أنجزته الثورات العربية وما ترى الشعوب العربية فيه استحقاقا أولا ألا وهو تحرير فلسطين؟ هو هذا الجميل في الموضوع أخي جمال، يعني في كل هذه الثورات، حتى الثورات الأكثر دموية كما كان في ليبيا وسوريا على سبيل المثال بسبب طبيعة الأنظمة هناك، لم تكن فلسطين غائبة على الإطلاق، سواء كانت بالمشاهدات واللقاءات مع الناس على الأرض أو من خلال ردود الفعل على بعض
يعني الاختبارات التي جرت. على سبيل المثال نحكي أمثلة عشان يكون أمور واضحة. في ليبيا كانت هناك محاولات لجس النبض للشارع الليبي، لا نتحدث عن حكومة ولا نظام جديد ولا غيره، مع أنه البوصلة واضحة عند الشعب الليبي. أتى شخص وهو من يهود الليبيين الذين غادروا في عام 67 وقال أنه لديه إذن يعني باب للكنيس قديم في المدينة القديمة في طرابلس، كسر الحجار اللي عليه، دخل نظف المكان وصلى وقال أنه يريد أن يكون أعضاء في مجلس الانتقالي وأن اليهود لازم يرجعوا كذا إلى آخره. طبعا لا خطأ في ذلك إذا هو مواطن، هناك شروط لذلك الأمر، ولكن ردة فعل الشعب الليبي في اليوم التالي، وكانش في نظام، ما كانش لسه سقط، ما كانش لسه قتل القذافي إلى آخره، مناطق حتى خارج سيطرته إلى آخره، خرجت المدن الليبية عن بكرة أبيها ترفض هذا الأمر وترفع شعارات يعني واضحة جدا في هذا الشأن، من ضمنها مثلا الذي يريد أن يحزن على هؤلاء ليحزن على فلسطين على سبيل المثال، وخط أحمر وأمل إبليس في الجنة والآخرية، وكان الشخص اسمه ديفيد جيربي ومعروفة قصته. كل محاولات يعني حرف الثورات عن مسارها، ضربها بالقضية الفلسطينية كما يفعل الطغاة دائما، بيحاولوا أنه يضعوا أنه أمن هذا الكيان هو من أمن هذا النظام، وبالتالي يجب أن تدعموا هذا النظام. قالها القذافي، قالها رامي مخلوف في سوريا، كلهم قالوا هذا الأمر، أنه أمن إسرائيل بين قوسين هو من أمن النظام ولذلك يجب أن تتعاونوا معنا. لكن الشعوب لها رأي آخر، الشعوب واضحة في دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. هذا الزخم الذي نراه الآن في الدول التي حصلت فيها وحدثت فيها ثورات، منها من نجح ومنها من ينتظر النجاح، ولكن واقعيا دكتور إبراهيم هل يستطيع هذا الزخم وهذا التأييد الشعبي أن يؤثر في معادلة العلاقات الدولية التي يرى كثيرون بأنها هي التي تحمي وجود إسرائيل في هذه المنطقة؟ هل تستطيع الأنظمة الجديدة في دول الربيع العربي أن تحافظ على البوصلة التي وضعتها بالأساس شعوبها؟ شوف، أكبر النار من مستصغر الشرر، وهذه مهمتنا إحنا أصحاب القضية الرئيسيين. إخواننا كلهم يقولون أنت في ترفع الرأي وأنت في المواجهة والآخرين، هذه مهمتنا أن نبقي على هذا التواصل والزخم المتصاعد للشعوب كما حدث في هذه المسيرة في يوم الأرض وغيرها من المناسبات. أما بالنسبة للشعوب، نعم قادرة على التغيير. الشعوب التي أسقطت يعني طغاة لم يكن يحلم أحدهم بإسقاطهم، قادر أن تغير، قادر أن تفرض على هذه الحكومات رأيها. حاجز الخوف انتهى، حاجز السكوت انتهى، الآن الشعوب تستطيع أن تقول ما ترى، خاصة أنه حتى بعض يعني النظام الآن في تونس، النظام الجديد، نظام ما بعد الثورة في تونس، هو نظام واضح بوصلته، واضح توجهه بكل أطيافه مع القضية الفلسطينية، وبالتالي لما نحط احنا توحد الشعب مع الحكومة في هذا الاتجاه بالتأكيد ستكون هناك نتائج إيجابية. الآن في مصر إن شاء الله حيكون نفس الشيء، في كل الدول التي تحصل فيها ثورات أعتقد أنه ربما يحدث نوع من التأخير في دعم القضية الفلسطينية بسبب انشغال الداخلي في هذه الدول. هل هناك توقع يعني بجدول زمني لذلك التغيير الذي يمكن أن يلمسه الإنسان تأثيرا إيجابيا في القضية الفلسطينية؟ كل دولة لها خصوصياتها، يعني في تونس ربما التأثير أصبح واضحا منذ الآن، يعني كما تحدث السيد لطفي استقبال إسماعيل هنية وأسامة حمدان، هذا تطور جذري حقيقة، هذه المسيرات، هذا الدعم، محاولة تجريم التطبيع مع الاحتلال من خلال الدستور التونسي، ما كان أحد يحلم بذلك الأمر. أما في مصر ربما المخاض يستمر ربما سنة أو سنتين، لكن على المدى البعيد بدون شك وبدون أدنى شك أن القضية الفلسطينية التي ستكسب، ولذلك نجد أن هناك استشراس وهناك يعني توغل وتوحش في محاولة فرض الأمر الواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تهويد القدس، مصادرة الأراضي، الاستيطان، وقف العملية السلمية، بدهم ياخذوا قد ما بيقدروا قبل ما يستتب الأمر في دول زي مثلا مصر، زي في دول زي سوريا وغيرها، لأنه بالتأكيد هذا سيعود عليهم بالسلبية المطلقة والإيجابية للشعب الفلسطيني وقضيته. ابقى معي دكتور إبراهيم حمامي أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة بانوراما فلسطينية، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة من بانوراما فلسطينية، والتي نخصصها بالكامل لمتابعة فعاليات المسيرة العالمية نحو القدس. أرحب مرة أخرى بضيفي هنا الكاتب والناشط السياسي الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي. دكتور إبراهيم، البعض يقول أنه أخذا لدروس الفعاليات التي كانت في العام الماضي والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء الفلسطينيين على حدود فلسطين الشمالية في لبنان وفي سوريا وحتى في الأردن، ربما كان من الأنسب أن تؤجل مثل هذه الفعاليات حتى تأخذ زخما أكبر لحين توفر هذه الظروف خاصة في سوريا. كيف ترى الرابط بين التوقيت لمثل هذه المسيرة وانشغالات العرب في دول الربيع العربي وما يحدث في سوريا خصوصا؟ شوف أخي الكريم، نعم هناك يعني بعض التساؤلات عن هذا الأمر. هناك فرق بين ما حدث السنة الماضية في 15/5، في فرق كبير بينه وبين ما حدث في 5/6.
15/5 كانت نوع من الإبداع الفلسطيني، توجه نحو الحدود، كان الأمر منظم، بل اخترق البعض الحدود ووصل واحد من بيت الخطيب إلى يافا، وهذه القصة معروفة موجودة لمن أراد أن يطلع عليها، وعملت خلخلة في العقلية الصهيونية بأن هناك لاجئين لا زالوا يطالبون بحقوقهم موجودين على حدود فلسطين التاريخية، وبالتالي حقق هذا الأمر. 5/6 كانت نوع استغلال للحدث ومحاولة ربطه بالنظام في سوريا والأخيرة، ولا ندخل في التفاصيل. ذلك كسلاح مقاومة يعني يمكن أن يستخدم في أي وقت من الأوقات. بالتأكيد، ولكن البناء عليه لا يعني إطلاقا أن ننكف إحنا زي ما انكفى الاحتلال، بالعكس تماما، يجب أن نبقي هذا الزخم ولكن باستعداد وتحضير أكثر. ولذلك إذا ربطنا ذلك بعمل الوقت في هذه المرة في يوم الأرض، ربما كان عامل الوقت وضغط الوقت والتحضير كان قصير جدا، يعني الاستعدادات الحقيقية بدأت في نهاية شهر 11 أول شهر 12، يعني أنت بتحكي 3-4 أشهر لمسيرة كهذه المسيرة سمت بمسيرة القدس المليونية، فكان هناك عامل لضغط الوقت التحضير، ربما لو استمر الوقت أكثر ربما كان أفضل من ذلك، الله أعلم. ولكن التغطية الإعلامية منشغلة الآن حقيقة بما يجري في سوريا، هل يؤثر هذا سلبيا على مقدار ما يمكن أن تحققه هذه المناسبة عالميا؟ شوف، التغطية الإعلامية هي نوعين، في تغطية إعلامية عربية أو داخلية معك أنت كما نتحدث الآن، إحنا نتحدث في هذا الأمر، فنعم التغطية الإعلامية العربية ربما الرسمية أو شبه الرسمية زي القنوات الجزيرة والعربية الأخيرة يعني منشغلة في الحدث السوري والثورات العربية، ولكن بالتأكيد سيتم تغطية الحدث إن كان يعني حدثا كبيرا كهذا الحدث، لكن الإعلام الغربي حقيقة معوش خبر، بمعنى أنه لا يريد أن يعرف أي شيء قبل أن يحدث الحدث، ولكن إن سالت الدماء سيتحدث في هذا الأمر وسيتحدث عنه بطريقة ملتوية، بطريقة تلوي عنق الحقيقة بما يخدم الاحتلال، لأن الإعلام الغربي حتى هذه اللحظة لا يرى إلا مصلحة الاحتلال. يكفي أنه حاور أي إنسان إعلامي أو سياسي غربي يقول لك حق في الدفاع عن النفس، الاحتلال لا يملك حق الدفاع عن النفس في كل قوانين الدنيا، يعني هذه موضوع حق الدفاع عن النفس غير موجود بالنسبة لقوة الاحتلال، ما دامك أنت محتل ما عندكش حق الدفاع عن النفس، اللي عنده حق في الدفاع عن النفس هو الذي يخضع أو الذي يقع عليه هذا الاحتلال، وبالتالي الإعلام ينطلق من هذه الفرضية ولا يتحدث عنها إطلاقا. احنا للاسف الشديد يعني احنا لا نتحدث عنها كسلبيه ولكن نتحدث عنها كدرس يجب ان نتعلمه، انه احنا لازلنا نحاور انفسنا، نتحدث مع اعلامنا احنا مع منابرنا احنا، لكن الاعلام الغربي يجب ان نفتح عليه قنوات اخرى استعدادا لهذا الامر من خلال بعض الاعلاميين والصحفيين المتعاونين معنا والاعلام اللي متعاون معنا بشكل او باخر. ولكن ما حصل من ثورات في الربيع العربي وكان قلبها الربيع العربي وشكل التظاهر السلمي الذي تاخذه هذه المسيرات، برايك الا يجعل الغرب يتحرك والا يجعل دوله الاحتلال توجس من أن هذا هو إرهاص الربيع العربي في فلسطين ويمكن أن يمتد ويطول ويتحول إلى ربيع عربي فلسطيني حقيقي؟ هذا ما قصدته بداية، أن الضفة الغربية تحركت، الآن اليوم الضفة الغربية تتحرك، يعني نقولها وفي قلبنا غصة أنه لما حدث العدوان على غزة في نهاية عام 2008-2009 العالم كله تحرك، من اليابان إلى أمريكا إلى كل العالم تحرك، إلا الضفة الغربية قمعت ولم تتحرك. في كل الأحداث الجسام التي مرت بها هذه المنطقة كانت الضفة الغربية في السنوات الأخيرة لا تتحرك بسبب منع هذه التحرك. اليوم الضفة الغربية تنتفض حقيقة، الأعداد الجرحى بالمئات، المواجهات مع الاحتلال، الاحتلال يزج بقواته وحصار، مش بس يعني شرطة والجيش دخل في المعركة على الحواجز، مناطق الاحتكاك، بيت لحم، جامع بلال بن رباح، مخيم الأمعري، كل هذه المناطق اليوم كانت مناطق ملتهبة مشتعلة تثبت أنه شرارة الربيع العربي كما انطلقت في تونس بشكل فجائي في حادثة واحدة بعد أن بسبب تراكمات كثيرة، هناك بالتأكيد تراكمات كبيرة جدا في الضفة الغربية، الآن هناك حالة من الاحتقان ليس فقط بسبب ممارسات الاحتلال ولكن أيضا بسبب ضيق العيش، يعني نتحدث عن استعداد الدولة، ولكن عندما يقطع الاحتلال عائدات الضرائب شهر واحد تتأخر الرواتب وهناك حالة من التقشف وغيره، فكل هذه الأمور تراكمات كبيرة تجعل الانفجار قادم، وبالتأكيد بالتأكيد الشعب الفلسطيني الذي يعني ربما لا نبالغ إذا قلنا علم المنطقة الثورات، لا يمكن أن يبقى مستكينا ومدجنا بهذا الشكل، والربيع العربي في الضفة الغربية بالتأكيد وفي فوق فلسطين وتعود الانتفاضة العربية الفلسطينية إلى مربعها الأول في فلسطين، لكن لن تكون الانتفاضة الثالثة كما يعني قلنا أولى وثانية، ستكون الانتفاضة الأخيرة بإذن الله نحو التحرير. الدكتور أحمد شوبير منسق مسيرة القدس في ليبيا معنا عبر الهاتف. دكتور أحمد أرحب بك في هذه الحلقة من بانوراما فلسطينية، كيف عشتم في ليبيا مسيرة القدس وكيف كانت مشاركة الفعاليات الشعبية والسياسية فيها؟ أولا عليكم أخوتي وتحية لك ولضيفك الدكتور إبراهيم حمدي، أسأل الله أن يكون نجما من نجوم العالم وأسأل الله أن يطيل في عمره مدافعا وزائدا عن الحق. أولا يا أخي العزيز، تم التنسيق لنا فترة كبيرة نسق عنا علم المسيرة هذه، نسقنا مع عدد من المدن الليبية ولكن
خلصنا إلى أن تكون المسيرة في أكبر مدينتين اللي هما مدينة بنغازي ومدينة طرابلس العاصمة. والحمد لله عز وجل أنه حتى باقي المدن التحقت بهذه المسيرات حوالين المدينة سواء على العاصمة أو بجوار مدينة بنغازي. المدن مثل درنة، مثل المرج، مثل جدابية التحقوا في بنغازي، وكان لنا أيضا تواصل مع خطباء المساجد لأجل التركيز على خطبة الجمعة هذه أن تكون على القدس وفلسطين وقضية المسلمين الأقصى. هذا شيء بالإضافة إلى وقفة قانونية من الأقصى كانت في الساحات الرئيسية مثل ساحة التحرير في بنغازي، أضف إلى ذلك ساحة الشهداء في طرابلس. والحمد لله كان هناك زخم جماهيري شاركنا، أخص بالذكر الزخم الليبي الذي عاش وسيعيش لأجل قضية الأقصى وفلسطين. والله الحمد لله رأينا يسرنا، رأينا كبار السن يلتحمون بهذه المسيرة ودموعهم تنهار. الحمد لله عز وجل رأينا منهم ما سر حطاب، وكلهم يدعون للأقصى ويدعون لفلسطين بإذن الله تعالى. الحمد لله كانت مسيرة جيدة، التحمت فيها كثير من الفعاليات الفلسطينية والليبية بالإضافة إلى بعض التنسيقيات، والحمد لله بفضل الله تعالى كان هناك شكرا لكم. وكان هناك تفاعل الجماهير وتم يعني إلقاء الكلمات، أضف إلى ذلك إلى الشعارات إلى التنويه إلى شكرا جزيلا لك دكتور أحمد شوبير منسق مسيرة القدس في ليبيا، ونعتذر عن تشويش الخط من المصدر. دكتور إبراهيم حمامي، الليبيا وأنت لك علاقة خاصة بليبيا، كيف ترى تأثير ما جرى في ليبيا؟ والفلسطينيون عانوا حقيقة من النظام السابق كما عانى الشعب الليبي، كيف ترى التأثير الذي يمكن أن يفرضه تغيير النظام السياسي في ليبيا على القضية الفلسطينية وموقف ليبيا منها؟ ما ذكرته يا جمال صحيح، يعني هو ليس فقط يعني عانى الفلسطينيون من النظام، الشعب الليبي نفسه عانى، فكانت المعاناة مشتركة لأنه اللي بيعيش في بلد يصبح جزء من النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لكن كانت هناك يعني حملة مبرمجة، وإن كان الناس يعتقدوا العكس، يعني القذافي كان يعني يقود حملة مبرمجة منظمة لتكريه الشعب الليبي في الفلسطيني من خلال إجراءات كثيرة جدا، يعني سياسة شد الأحزمة على البطون، التقشف لأنه إحنا لازم نواجه، إحنا مش دولة مواجهة، كل هذه الأمور تجعل الإنسان يكره هذه. هناك أمثلة كثيرة ربما لا يتسع المجال للحديث عنها الآن، كانت على مدار السنوات حملات مستمرة يعني واحدة وراء الثانية لتكريه الشعب الليبي بكل شيء اسمه فلسطين، يوصل لمرحلة بدناش نسمع شيء عن فلسطين، بلاش يعني ربما بمسبة أخرى. لكن يعني ارتد هذا الأمر بعد أن اتضح المجال في 95-96 عندما بدأ في عملية طرد الفلسطينيين، وأيضا عندما صار هناك أصبح هناك تقارب مع الاحتلال سواء من الأب أو من الابن. سيف الإسلام كان صديقه المقرب واحد نمساوي وفتح اتصالات مع ليبرمان حتى في عز الثورة الليبية، كان هناك حديث عن وصول أسلحة إسرائيلية للقذافي، كان حديث وهذا حديث غير موثق، لكن الموثق تماما هو أنه 4 من النظام ذهبوا إلى تل أبيب والتقوا بليفني وغيرها بتأشيرات من روما، مما اضطر الاحتلال لتغيير القوانين أنه هذه دولة معادية كيف تعطون تأشيرات من روما. هذا موثق بأسماء بالشخصيات بالتواريخ وليس سرا. يعني هذا الأمور، هذه الأمور يعني كشفت الكثير من الحقائق. لكن في 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 أصل الأمر أنه الشعب الليبي كما أي شعب عربي رغم كل المحن، رغم كل الظروف، رغم كل الضغط النفسي والاضطهاد الذي كان موجود عليه، بوصلته واضحة مع قضية فلسطين لأنها تعيش في قلب كل مسلم. قضية فلسطين قضية تعيش في وجدان كل مسلم، كل عربي، كل حر محب للحرية والعدالة. وأيضا في فعاليات المسيرة الدولية نحو القدس كانت أيضا هنا في بريطانيا في لندن للإطلاع على تلك التطورات حول تلك الفعالية في لندن، معي الرئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا الدكتور حافظ الكرمي. دكتور حافظ أرحب بك، كيف تصف لنا الآن المشاركة الفلسطينية والعربية والإسلامية والبريطانية حتى في المسيرة العالمية نحو القدس في لندن؟ أحييك وأحيي ضيفك دكتور إبراهيم والإخوة المشاهدين. هناك أعداد كبيرة الآن أمام السفارة الصهيونية في لندن تهتف شعوب العالم تريد تحرير القدس، شعوب العالم تريد تحرير فلسطين. أرى أمامي الآن أعداد كبيرة من
العرب والمسلمين وكذلك من البريطانيين من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني. حقيقة مسيرة ضخمة جدا. الآن تقف أمام في وسط لندن أمام السفارة الصهيونية ومشاعر حقيقة حماسية. هناك مجموعة من الصهاينة لا يزيد عددهم على 10 حاولوا أن يعملوا مسيرة مضادة لكنها مسيرة هزيلة جدا. والشيء الوحيد الذي فعلوه هو أنهم زادوا الحماس لدى مشجعي الشعب الفلسطيني. دكتور حافظ، ما هي الرسالة والرسائل التي توجهها هذه المسيرة إلى الحكومة البريطانية وموقفها من إسرائيل؟ هذه رسالة واضحة أن الرأي العام البريطاني يتغير من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي على الحكومة البريطانية أن تغير من سياستها الداعمة للكيان الصهيوني سياستها الداعمة لاغتصاب الحق الفلسطيني. فهذه الأصوات التي ترتفع الآن في وسط لندن هذه أصوات انتخابية ما زالت تتسع وتتسع، والرأي العام يتغير باتجاه أن يكون داعما للحق الفلسطيني، وبالتالي على الحكومة البريطانية أن تراعي ذلك لأن استمرار وقوفها بجانب الكيان الصهيوني سيكون خسارة لها في الانتخابات القادمة التي ستكون بعد فترة قصيرة. الدكتور حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، كنت معنا عبر الهاتف من لندن من أمام سفارة دولة الاحتلال في المسيرة العالمية نحو القدس. دكتور إبراهيم، لعل من أبرز الدروس في هذا اليوم هو كما ذكرت خروج الضفة الغربية في مظاهرات مشاركة في هذه المسيرة مع قطاع غزة ومع أيضا كل الفعاليات للمسيرة في العالم. هذه المسيرة في الضفة الغربية خرجت وبعد أن وافقت التنظيمات الفلسطينية وشاركت بفعالية، بالأساس مشاركة فتح يعني اليوم في فعاليات الضفة الغربية ماذا تعني لك؟ شوف أخي الكريم، هناك أمور يجمع عليها الجميع بغض النظر عن مواقف بعض القيادات هنا أو هناك. يعني عندما نأتي لموضوع القدس على سبيل المثال، موضوع الاستيطان، موضوع اللاجئين، هناك على الأقل شبه إجماع، بدناش نقول إجماع مطلق لأن هناك ناس بدأت تفرط والأخير، لكن هناك شبه إجماع أن هذه القضايا لا خلاف عليها. من يستطيع أو يجرؤ أو يملك الحق في التنازل على سبيل المثال عن حق العودة؟ من يستطيع أو يملك أو يجرؤ التنازل عن القدس أو المسجد الأقصى؟ هذه الأمور من المسلمات. هناك محاولات الالتفاف إلى آخره، لكن تصطدم دائما بحقيقة أن الشعب الفلسطيني يرفض أي شخص يتحدث حتى عن مجرد فكرة التنازل هنا أو هناك أو التفريط في هذا الحق أو ذلك. وبالتالي مشاركة الجميع هي مشاركة متوقعة، لا نتوقع من أي تنظيم كان، وخاصة حركة فتح. نتحدث عن كوادر حركة فتح، حركة فتح التي قادت النضال الفلسطيني لعقود من الزمن بغض النظر عن القيادة أين تتجه، لكن هذه الكوادر كانت جزء من الانتفاضة الأولى والثانية وعايشة في ظل الاحتلال، ولا زالت القدس بالنسبة لها هي البوصلة الواضحة، وبالتالي لا يمكن نتخيل أنه يقف في وجه هذا الأمر. ولكن في السابق يعني لم يكن لا تنسيق ولا حتى مشاركة في فعاليات كثيرة انطلقت في غزة، هذه ربما تكون المرة الأولى يعني خلال السنوات التي تشارك والتي يبدو بأن المصالحة الفلسطينية قد أثمرت على الأرض. هل تعتقد بأنه هذا فعلا أحد نتائج المصالحة التي ما زالت حتى الآن على الواقع يعني متعثرة؟ أنا أعتقد أنه لو بدي أعطي الفضل لأي شخص لجهة معينة في ذلك الأمر فهي الجهة المنظمة التي أصرت على سلمية هذه المظاهرات أو المسيرة على أهدافها الواضحة جدا، كونها يجتمع عليها الجميع، مؤسسات مشاركة فيها داخل وخارج فلسطين، وبالتالي لم يكن هناك أي تخوف من تحولها لأي مظهر من المظاهر الأخرى، لا لطرف ضد طرف آخر ولا لمواجهة مباشرة مع السلطة أو غيرها. فهذه ربما شجعت بعض الأطراف المشاركة فيها، مع أنه حاولوا شت البراغ، يعني حاولوا نمر حماد خرج وقال أنه لن يكون هناك احتكاك مع الاحتلال حتى لا يسقط شهداء ولن والقوى الأمن ستمنع ذلك الأمر، لم يحدث ذلك. زي ما قلت لك الآن في بيت لحم، أنا قبل ما أترك الآن أجل عندكم هنا القاعة، كان 45 جريح في بيت لحم، 100 جريح على حاجز قلنديا، شهيد في معبر حانون في غزة، نعم يعني وإصابات خطيرة في غزة. هذا كله رغم من محاولات أن أقول لك بدناش نحتك مع الاحتلال. الشعب الفلسطيني في الداخل يغلي، يعني إذا وقفت قوات أمن فلسطينية الآن في وجه المتظاهرين سلميا
للتعبير عن حقهم في موضوع يجمع عليه الجميع اللي هو القدس، فستصبح كأنها واجهة لهذا الاحتلال والذي لن يرضاه أحد حقيقة. ولكن كيف ينعكس هذا على موقف الفصائل الفلسطينية مما يبدو الآن متعثرا حتى الآن من هو تطبيق المصالحة الفلسطينية على الأرض؟ هل يمكن للزخم الشعبي، للتعاطف الشعبي، لتوجيه البوصلة كما ذكرت، أن يوجه أيضا بوصلة السياسيين الفلسطينيين؟ شوف أخي جمال، أنا بديش أدخل في موضوع المصالحة، لأن رأيي شخصي في الموضوع هذا أنه لن تنجح هذه المصالحة طالما أن هناك تيارين سياسيين ليس فقط في خطين متوازيين، في خطين متنافرين لا يمكن تجمع بينهم في برنامج سياسي واحد. لكن على الأرض الأمور الحياتية المعيشية، تسيير أمور الناس على الأرض، نعم يمكن الوصول إلى ذلك الأمر، وحكيت المثال هذا أكثر من مرة. بدل ما نختلف متى يبدأ العام الدراسي ومتى ينتهي العام الدراسي، ومتى نغير ساعة الصيف والشتاء، وأمتى تطلع نتائج الامتحانات، والمعتمرين والحجاج يطلعوا من معبر فلان المعبر فلاني، هذه المناكفات اللي تضرب الفلسطيني على الأرض ممكن الوصول إلى حل فيها، ولكن برنامج سياسي مشترك لا أراه في الأفق إطلاقا. يعني القيادي الفلسطيني في حركة فتح مروان البرغوثي قال قبل أيام بأن إذا فشل خيار المفاوضات الآن يجب على الشعب الفلسطيني العودة إلى خيار المقاومة الأهلية والمقاومة الشعبية. ألا يعني يعبر هذا عن رأي تيار أو قطاع كبير في حركة فتح بأن الوقت قد حان فعلا للبدء بانتفاضة فلسطينية شعارها أو وسيلتها وأدواتها هي التظاهرات السلمية؟ شوف أخي الكريم، يعني البحث عن خيار آخر، يعني لما أنت تفشل تصدم في حائط، ماشي في سيارة أو ماشي في طريق تصدم في حائط، بدك تبحث عن بدائل أخرى، إما أن تقفز من فوق الحائط، تروح يمين تروح شمال ترجع إلى آخره. الآن هذه السلطة فشل برنامجها السياسي وهذا الأمر واضح، اللي بلد من البحث عن أمور أخرى. أنا بالنسبة لي شخصيا إنهاء هذه السلطة اللي أصبحت شرعا للاحتلال وتجمل وجهه هو أفضل الخيارات. لكن في المقابل حتى لو افترضنا أن المقاومة السلمية الشعبية إلى آخره، اللاعنف اللي بدنا نستمرها، هي ليست فقط تظاهرات مرة في الأسبوع في نعلين وبعلين ناكل فيها الغازات المسيلة للدموع ونروح لبيتنا. المقاومة الشعبية السلمية لها الكثير من الطرق، أولها مقاطعة الاحتلال، عدم التعامل مع البضائع، رفض التعامل بالشكل الإسرائيلي، رفض التنسيق الأمني، التطبيع، قطع العلاقات، الفصل الكامل يعني فك الارتباط مع الاحتلال، المسيرات المستمرة، الذهاب إلى نقاط الاحتكاك، هذه كلها مقاومة شعبية وليست فقط في نعلين وبعلين كما يراها البعض، هي هذا الفرق يعني. طيب، في الداخل الفلسطيني الذي بالأساس يوم الأرض انطلق هناك في أول احتجاجات شعبية ضخمة في عام 1976 ضد السياسة التي كانت بدأت أصلا منذ احتلال فلسطين عام 48 مصادرة الأراضي الفلسطينية، هل ترى بأن إسرائيل تتوجس فعلا من فلسطيني الداخل من أن يكون هناك هبة كبيرة على سياسة التمييز المستمرة والمتواصلة ضدهم؟ هي آخر ما ذكرت أخي الكريم، هي سياسة تمييز مستمرة متواصلة، وهناك تقنين لهذا الأمر، هناك يعني انسعر الاحتلال في محاولة تهويد كل شيء حتى العقل الفلسطيني في الداخل. الآن الحديث عن النكبة ممنوع، الاحتفال بالنكبة تجريم، حتى بالنسبة للنشيد الوطني اللي بيسموه النشيد القومي عندهم، القسم في الكنيسة، كل هذه الأمور بدهم يجرموا الذي يرفض هذا الأمر، تدريس اللغة العربية، الخدمة في الجيش، كل هذه الأمور الآن بيحاول يضغطوا عليها لأسرلة المواطن الفلسطيني في أرضه في مكانه في أراضي 48. هناك حملة متواصلة، وبالتالي ربما إذا نظرنا نظرة بعيدة المدى، إذا استمر الاحتلال في ناحية التطرف اليميني الكبير، يعني ليبرمان أصبح الآن حمل وديع مقابل مفاز على سبيل المثال، وليفني اللي بيتنافسوا مين منهم بده يشتغل في الشعب الفلسطيني أكثر، فإذا استمروا في هذا التوجه نحو اليمين والتطرف الرهيب هذا، ربما ستكون هناك نعم ولكن وتوجه. ألا تعتقد بأن الربيع العربي والدروس الكبيرة التي يبدو بأن انعكاساتها الأولى بدأت تظهر الآن في إعادة التركيز على القضية الفلسطينية، بأن إسرائيل لا تدرس هذا الأمر وبأنها لا تخطط وبأن ليس لديها سيناريوهات لما يمكن أن يحدث في المستقبل من تطور؟ لا، هي بالتأكيد تخطط وتبحث وتتصل وبيبعث ناس وبيشوفوا الأخير، لكن هو في رعونة في الأمر أنه إحنا أقوى قوة في المنطقة، ما حدش بيقدر يفرض علينا شيء. هناك نوع من التخوف والتوجس، زي لما تيجي تحط لأن الربيع العربي ماذا يعني؟ يعني أن هناك أنظمة عربية جديدة ستدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولكن هناك تطبيع، مش حيلاقوا واحد زي مبارك مثلا يكون هو ذراعهم الضاربة بالنسبة لغزة، مش حيلاقوا واحد زي النظام السوري برد جبهة الجولان مثلا 40-50 سنة. وبالتالي ما يحدث الآن أنه الإسرائيلي بين قوسين يحاول أن يفرض كل شيء على الأرض قبل أن يحدث أي شيء، وفي نفس الوقت زي لما تجيب بس وتحصره في الزاوية بيصير يخرمش يمين وشمال حتى لو بفكر أو غيره. فهذا اللي يحدث الآن في الداخل، هم بيظنوا أنه إحنا عملنا دولة يهودية
وبالتالي عملنا الترانسفير وحولنا الفلسطينيين واصبحت لنا دوله محاطه بالجدر، والان عم بيبنوا اسوار على كل الحدود مع مصر مع لبنان مع الاردن، هم عم بيحاصروا نفسهم، وبالتالي حنكون احنا عندنا دولتنا الخالصه، جنس خالص، عرق خالص، هم هكذا ينظروا، هم ليسوا جنس وليسوا عرق ومديانة في داخل هذه الاسوار والجدران، وبالتالي احنا بنكون محميين. هذا كيف ينظروا الامر، ولكن هم بطبيعه الحال عندما يخططوا هذا الامر بيشيلوا من حساباته 1.5 مليون عربي في الداخل، في داخل الأراضي 48 أهل البلد الحقيقيين، مش مستجدبين من الخارج، لهم حقوق ولن يتركوا أرضهم، ولن تعاد الكرة في السابق من خلال حملات الترهيب والتخويف في تهجير الفلسطينيين من أرضهم. الآن في حسابات الفلسطينيين كيف يمكن لمثل هذه الفعاليات الكبيرة أن ترتب البيت الفلسطيني للمشروع، لجهة المشروع الوطني الفلسطيني الذي يرى كل فلسطيني بأنه هو تحرير الأرض، الذي انطلق يوم الأرض أيضا من أجل الدفاع عنه، كيف يمكن لمثل هذه الفعاليات أن تنظم أن تقنن في إطار عودة المشروع الفلسطيني إلى مربعه الأول، مشروع التحرير؟ إذا اتفقنا أنه لما تكون عندك معادلة أن هناك احتلال في أحد أطراف المعادلة، فالطرف الآخر هناك مقاومة بأي شكل تراه يجمع عليه الناس الوصول إلى التحرير والعودة. لما نتفق على هذه المعادلة تستطيع أن تتحدث عن آليات ومأسسة العمل وتقنينه إلى آخره، لكن للأسف الشديد هناك أطراف لا زالت تنظر لهذا الأمر أنه الاحتلال جار، وبالتالي يجب التعامل معه والتنسيق معه أمنيا واقتصاديا وغيره، وبالتالي لا يوجد هناك إجماع فلسطيني حقيقة، ولذلك أنا قلت لك البرنامج السياسي لن يتم عليه إجماع. ولكن هذا عدم الإجماع هو عدم إجماع تنظيمات، عدم إجماع قوى سياسية. أما الحديث الآن كله والقوة هي القوة الشعبية، قوة الجماهير على التغيير، قوة. هل هناك برأيك يعني كباحث في الشأن الفلسطيني أن هناك خلاف فلسطيني شعبي على التحرير؟ لا إن شاء الله ما تقوله سيحدث بإذن الله، ربما يأخذ بعض الوقت، أن هناك حيكون تيار جارف للجميع، الذي يقبل والذي لا يقبل، تيار جارف نحو الحقوق، نحو التمسك بها، نحو تحرير الأرض، نحو العودة، عودة اللاجئين إلى آخره. هذا التيار الجارف سيكون بالتأكيد من الجماهير من على الأرض وليس من قبل التنظيمات والسياسيين بالتأكيد. نعم. معي عبر الهاتف الزميل جهاد أبو فلاح، مراسلنا للمسيرة الدولية نحو القدس في لندن. جهاد، كيف تصف لنا المسيرة حيث تراها أنت هناك؟ جمال، في هذه المسيرة اللي مستمرة من حوالي ساعتين هنالك حضور كبير جدا من جميع الجنسيات، يعني تستطيع أن ترى هنالك العرب من جميع الجنسيات العربية، أيضا هنالك الأوروبيين والبريطان من كل الجمعيات والمنظمات المساندة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. الحضور يقدر بحوالي 250 إلى 300 مشارك في هذا الاعتصام، وكلهم متواجدين، كلهم يهتفون بسقوط إسرائيل، بالحرية لفلسطين. أيضا من الشعارات التي رفعت في هذه المسيرة هي تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، هم متمسكين بهذه الدعوة لتحرير فلسطين ولإقامة الدولة الفلسطينية. هنالك هتافات باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، كلها تركز على الحرية لفلسطين، الدعوة لسقوط إسرائيل، العدالة للشعب الفلسطيني الذي يعني يتعرض منذ 65 عاما لعمليات انتهاك وعمليات اغتصاب في واحتلال وقضم للأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الهتافات يعني تجد صداها بشكل كبير، حيث شارك في هذا من المتحدثين أيضا في هذا الاعتصام كان عضو البرلمان البريطاني جيرمي كوربن، وأيضا كانت هنالك من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني سارة كوربن، وأيضا تكلم في هذا الاعتصام السفير الفلسطيني، وأيضا كان أنس التكريتي وهو ناشط عربي، وأيضا رغدة التكريتي من المنتدى الفلسطيني. كل هؤلاء كان قد تحدثوا في هذا الاعتصام. على جانب الاعتصام هنالك عدد قليل من الإسرائيليين الذين يحملون الأعلام الإسرائيلية، سلطات الشرطة البريطانية تقف بين المجموعتين لمنع حدوث أي احتكاك بين هؤلاء بين المتضامنين العرب والأجانب مع القضية الفلسطينية ومع المشروع الفلسطيني لمنع نعم شكرا لك جهاد من الاحتكاك في المتظاهرين. جهاد أبو فلاح مراسلنا
للمسيرة العالمية لنحو القدس في لندن. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم. هل يمكن للموقف الغربي أن يتغير نتيجة مشاهدته لتأثير القوى الشعبية على الأرض في حراكها السلمي وقدرتها على التأثير؟ هو تغير بالفعل إذا نظرنا الآن الوضع الآن وقارناه بعشر 15 سنة فاتت، تغير بشكل كبير، سواء تغير من حيث الدعم الشعبي الجماهيري على الأرض من خلال المسيرات ضد الحرب مثلا، ضد العدوان على قطاع غزة، حتى في الإعلام ما سمعناه في الإعلام. إسرائيل لا يبدو أن الموقف الغربي يعني أكثر اعتدالا مما قبل، يبدو بأنه أكثر. هو إعلاميا أصبح هناك جرأة. على سبيل المثال بعد حادثة مرمر، على سبيل المثال البرامج التي كانت في الإعلام الغربي لم نتوقع أن نسمعها، عندما أهم البرامج ربما في القناة الرابعة البريطانية اسمه ديسباتشز لما يتحدث عن اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا بذلك الأمر، لم نكن نتوقع ذلك. لكن تحرك بطيء لكن بالتأكيد يسير في اتجاه صحيح. ختاما دكتور إبراهيم، ماذا بعد؟ يعني الكل يقول هذه مسيرة وهكذا، ولكن اليوم الثاني انتهت، يوم آخر. شوف الأعداد لا تهم مين اللي يشارك فيه، المهم الأماكن والفعل على الأرض. الزخم مطلوب جدا الاستمرار فيه بإبداع، هذا أحد الإبداعات، هناك إبداعات أخرى سنستمر في إبداعات أخرى. أيضا لا ننسى في ذلك، في هذا اليوم يوم القدس ويوم الأرض، أن نوجه التحية للشيخ رائد صلاح الذي غاب عن هذه المسيرات لظروف يعلمها الجميع، شيخ الأقصى الذي يعني وقف في وجه محاولات تهويد القدس والأقصى. والأهم من ذلك والرسالة الأهم من ذلك خليت أنا للآخر، أنه الآن عندما تحدث عن هذه المسيرات لا نتحدث فقط عن الداخل الفلسطيني، نتحدث عن الخارج الفلسطيني أو الشتات. الآن على حدود فلسطين، في الأردن، في سوريا، في لبنان، في مصر، اللاجئين كلهم توجهوا إلى ذلك الأمر. قضية اللاجئين اللي بشكل أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الخارج وثلثي الشعب الفلسطيني في المجموع، حق موجود، جزء من الذي يحدث، القدس، اللاجئين، هذه الأمور التي نجمع عليها ولا يمكن أن ننساها ولا نفرط فيها ولا نسمح لأحد بالتفريط فيها. الدكتور إبراهيم حمامي، الكاتب والناشط السياسي الفلسطيني ومدير مركز الشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم أعزائي المشاهدين في ختام بانوراما فلسطينية، أترككم في أمان الله.